ملخص تقرير منظمة حقوق الإنسان حول حالة إريتريا للعام 2020 والذي صدر يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير 2021، وجاء التقرير تحت العناوين الآتية: ألف الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، ب التجنيد العسكري غير المحدود، جيم حرية الأديان، دال اللاجئين، ه الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية. وفيما يلي أهم ما جاء فيه: واحد، بعد مرور عامين على اتفاق السلام مع أثيوبيا، زادت القيادة الإريترية من مشاركتها الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ولكن دون تحسين محنة الإريتريين من خلال إصلاحات حقوق الإنسان الهامة. لا تزال حكومة إريتريا واحدة من أكثر الحكومات قمعا في العالم، حيث تخضع سكانها للعمل القسري والتجنيد الإجباري على نطاق واسع، وتفرض قيودا على حرية التعبير والرأي والمعتقد والحركة وتقييد التدقيق المستقل من قبل المراقبين الدوليين. 2. لا تزال إريتريا ديكتاتورية الرجل الواحد في عهد الرئيس سياس فورقي، بدون هيئة تشريعية ولا منظمات مجتمع مدني مستقلة أو وسائل إعلام ولا قضاء مستقل. لم يتم إجراء الانتخابات في البلاد منذ حصولها على الاستقلال عام 1993، ولم تنفذ الحكومة أبدا دستور عام 1997 الذي يضمن الحقوق المدنية ويحد من السلطة التنفيذية. 3. زادت السلطات الإريترية من الضوابط المفتشية والقيود المفروضة على حركة سكانها منذ مارس 2020 باستثناء شراء المواد الغذائية والطوارئ. 4. تناول التقرير القيود التي فرضتها الحكومة على منطقة دنكاليا، ومنع وصول الغذاء لسكانها من جيبوتي وإثيوبيا، وكذلك مصادرتها لقوارب الصيادين. 5. قامت الحكومة بتوجيه الآلاف من طلاب المدارس إلى معسكر ساوة العسكري سيء السمعة، حيث يتعين على جميع طلاب المدارس الثانوية. تجاهلت الحكومة القيود التي فرضتها على التنقل وحظرها على وسائل النقل العام وإغلاق المدارس. 6. شاركت إريتريا في مراجعة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة سيداو. 7. على الرغم من أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان، إلا أنها رفضت التعاون مع الـ HRC التابع للأمم المتحدة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا والسماح لها بدخول البلاد، وهاجمت ولايتها علنا. 8. لا تزال عمليات الاعتقال الجماعية والاعتقالات التعسفية المطولة والاحتجاز بدون محاكمة أو استئناف مستمرة، ويحتجز العديد من المواطنين بمعزل عن العالم الخارجي، بمن فيهم مسؤولين حكوميين وصحفيين وأبناء مسؤولين قبض عليهم في عام 2001 وما بعده. 9. تجاهلت الحكومة دعوات من جهات فاعلة دولية في مجال حقوق الإنسان للإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني لتخفيف الازدحام في مراكز الاحتجاز استجابة لفيروس كورونا. 10. تجرم إريتريا منذ فترة طويلة السلوك الطوعي، ويفرض قانون العقوبات لعام 2015 السجن من 5 إلى 7 سنوات. أعزائي المشاهدين، إلى فاصل قصير.
أعزائي المشاهدين، أرحب بكم مجددا. عاشرا، لم تتخذ الحكومة أي خطوات لإصلاح نظام الخدمة الوطنية في البلاد ولا أجل غير مسمى، واستمرت في تجنيد الإريتريين إجباريا. حتى الطلاب يتم استقلالهم بشكل مهين وبأجور متدنية، كما يتعرضون للتحرش والاستغلال الجنسي. واستمر الحال حتى في ظل كورونا رغم المناشدات الدولية للحكومة. 11، لم يتم إطلاق سراح أي من المجندين الذين تم القبض عليهم وهم يحاولون الهروب، بما في ذلك الطلاب من ساوة خلال عام 2020. 12، في فبراير 2020 غضت المحكمة الكندية العليا بأن شركة التعدين الكندية نيبسون المتهمة باستخدام العمل القسري للمجندين بمنجم بيشة التابع لها يمكن مغادرتها في كندا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. في أكتوبر 2020 أعلن الطرفان أنهما اتفقا على تسوية القضية، ولكن ظلت الشروط سرية بينهما. 13، استمرت الحكومة الإريترية في الاعتماد على معلمي الخدمة الوطنية غير المدربين تدريبا جيدا، مما يؤثر على جودة التعليم الابتدائي والثانوي. 14، تم زيادة بعض رواتب المجندين لكنها لا تزال غير كافية لإعالة الأسرة. 15، الحكومة تعترف بأربعة طوائف دينية فقط: الإسلام السني، الأرثوذكسية الإريترية، الكاثوليكية الرومانية، والكنائس الإنجيلية اللوثرية. وتعرض الإريتريين المنتمين إلى ديانات غير معترف بها للسجن، وكثيرا ما أجبروا على التخلي عن دينهم، بما في ذلك عن طريق التعذيب. 16، حتى الأديان المعترف بها واجهت قيودا من رفض دخول وفد من الكنيسة الكاثوليكية بقيادة رئيس أساقفة أديس أبابا إلى مطار أسمرة وترحيله. ظل البطريرك الأرثوذكسي رهن الإقامة الجبرية بعدما خلعته الحكومة عام 2007 وطرد من الكنيسة عام 2019 بسبب البدعة. 17، الإبلاغ عن اعتقال 21 مسلما في مندفرة وعالدخالة بمن فيهم إمام محلي. لا يزال مكان وجود العديد منهم غير معروف. 18، حسب إفادة وسائل الإعلام فإن المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم في العام 2017 ومطلع عام 2018 احتجاجا على استيلاء الحكومة على مدرسة الضياء الإسلامية تم إطلاق سراحهم في أغسطس، ولا يزال مسؤولو المدرسة رهن الاعتقال. 19، أنهت منظمة فين تشيرش إيد، وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية القليلة للغاية الموجودة في إريتريا، أنشطتها بعد أن أوقفت الحكومة فجأة مشروع تدريب المعلمين، والذي كان يهدف إلى تجنيد المعلمين من خارج نظام الخدمة الوطنية. 20، أزمة الحقوق في إريتريا دفعت الآلاف من الإريتريين إلى المنفى، بما فيهم فرار العديد من الأطفال والشباب من التجنيد الإجباري. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 فر 9436 إريتريا إلى إثيوبيا وحدها، ثلثهم من الأطفال. أعزائي المشاهدين، إلى فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا. غيرت الحكومة الأثيوبية بشكل غير رسمي سياساتها الخاصة باللجوء في يناير، والتي منحت لسنوات
لجميع طالبي اللجوء الإريتريين، وقامت بتسجيل بعض فئات الوافدين الجدد فقط على الحدود الإريترية باستثناء فئات أخرى، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم. 21. كان من بين الفارين من إريتريا 4 لاعبي كرة قدم شاركوا في بطولة أوغندا في نوفمبر 2019، وسبق أن أنشق بعض لاعبي كرة القدم في بطولات عامي 2015 و2009. 22. واصلت السلطات الإسرائيلية رفضها المنهجي لطلبات اللجوء الخاصة بحوالي 32,000 إريتري وسوداني من طالبي اللجوء في البلاد، وفي أبريل ألقت المحكمة العليا الإسرائيلية قانوناً يسمح بمصادرة جزء من رواتبهم. 23. بعد أكثر من عامين من إعلان إريتريا وإثيوبيا للسلام، لم تنسحب إثيوبيا من منطقة بادمي الإريترية التي أشعلت فيها فتيل الحرب عام 1998. 24. أغلقت إريتريا الحدود من جانب واحد في مارس 2020، كما أغلقت إثيوبيا الحدود بسبب مخاوف متعلقة بالوباء. 25. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يمول المزيد من بناء الطرق في إريتريا، كما أعلن أنه سيجري مراجعة لنهجه في إريتريا بفصل ذراعها التنموي الذي يركز على أنشطة خلق فرص العمل، وذراعها السياسي يثير قضايا حقوق الإنسان، وذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية من قبل منظمة حقوق الإنسان الأوروبية وانتقدها البرلمان الأوروبي لتمويلها شراء مواد بناء الطريق في إريتريا يستخدم عمالة قصرية. 26. لا تزال شركة تابعة لشركة صينية مملوكة للدولة تشارك في بناء طريق بطول 134 كيلومترا. 27. وثقت منظمة حقوق الإنسان في 2013 كيف أن شركة إنشاءات مملوكة للدولة تستخدم بانتظام عمال مجندين قصريا لبناء جزء من البنية التحتية لمنجم بيشا. 28. شركتا التعدين اللتان توفران 20% من دخل البلاد مملوكة بنسبة 60% لشركات صينية، و40% تملكها الحكومة. 29. تم المضي قدما في تطوير المشروع الضخم المملوك لشركة أسترالية بنسبة 50% في منطقة دنكاليا، حيث أبلغ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا عن مزاعم بأن الجيش كان يطرد مجتمعات العفر المحلية من أراضيهم حول المشروع منذ عام 2017. 30. قدمت الشراكة العالمية للتعليم، وهي جهة مانحة للتعليم العالمي، منحة بقيمة 17.2 مليون دولار أمريكي لإريتريا على الرغم من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في قطاع التعليم في البلاد. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم.